بسم الله الرحمن الرحيم، نتعلم كيف ممكن أو حالات تكون الصور في المرايا المقعرة والمحدبة. نسحب مجال بصري، هذا المجال البصري ممكن أن احنا نكبره، بعدين ناخذ من مخططات الأشعة، مخططات الأشعة علامة الكائن القريب له الجسم، نغير شكل الجسم، ناخذ مثلا شجرة هذا الجسم، بعدين ناخذ المرايا، ناخذ مرايا مقعرة. الحالة الأولى لو كانت أبعد من مركز التكور، فالصورة بس نحرك هذه عشان نشوف، هنا تكونت صورة مصغرة نقدر نستقبلها على الشاشة. مخططات الأشعة، ناخذ شاشة نضع مكانها، نلاحظ ان الصورة صورة الشجرة بتكون مصغرة. فالصورة اللي بتتكون صورة مصغرة. لو قربنا أكثر الجسم إذا كان طبعا هني بيكون له نفس الحجم، إذا كان عند مركز التكور له نفس الحجم. لو قربناها أكثر تصير مكبرة، نحرك الشاشة حتى نقدر نستقبلها. صورة الشجرة صارت كبيرة، نغير شكل الجسم، ناخذ مثلا جمل حتى يصير أوضح الصورة. هني هذا الجمل، صورة الجمل هذا تصير مكبرة. لو قربناها أكثر، أيوة صارت الحين صورة مكبرة خلف المراية، وما نقدر لو وضعنا الشاشة ما نقدر نستقبلها، ما نقدر نشوفها على الشاشة أصلا، هي بتصير خلف المراية. هذه لو كانت عندي مراية مقعرة. زين، ناخذ مرآة محدبة، نرجع مرة ثانية، نسحب مجال بصري، هذا
المجال البصري، وبعدين ناخذ جسم هذا الجسم، بعدين ناخذ العدسة المراية، مراية محدبة. هذه صورة الجسم في المراية المحدبة، بتكون خلف المرآة مصغرة ومعتدلة. إذن هذه حالات تكون الصور في المراية المقعرة والمحدبة.